بوكس. لازم تخلص عليها بأي ثمن. صرنا مراهنين بأكثر من مليونين. استعمل شمالك. ها؟ انتبه. We'll be right back.
لما نزل على السينما عندنا بطاطا وخليو ومسرحية أنطوان غندور على البيع. على مهلك 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 على مهلك. اهلا وسهلا. ميرسي. انت رح نرجع نشوف اخوك هون، بقصد الاستاذ سامي. الله كريم، فيك تفضلي على التمرين. ميرسي، عن اذنك. اهلا. هاي خيار وهاي كرمال عيون الست ليلى. عالبطاطا جندية يا بطاطا. سلام واخيرا استطعنا ان نكمشكم، كيفكم؟ اهلا عمي اسعد، صاير عم تحكي نحوي؟ ما التفزليون كل ليله بقصصنا وبيسمعنا فصحه لبس جرافوت. معلوم، وبهاد تضطر تحط المنجي تحت باطك، عفوا بقصد قول التفزليون تحت لسانك. حسام طمنا، كيف الندى؟ باحلى حالاته، والفضل كله الليله ما عم تهدى. ايه رزق الله. عمي اسعد بلشنا؟ سامي بالنسبة الي شغل كبير. سامي هو الحب، سامي العنفوان، عشرة عمر. قولوا له عرفتوا شي عنا؟ كل اللي قلتم بسامي فقدوا بهالبلد، ما عدنا نعرف شي من شي. الله كريم بيرجع، لس بد ما يصير عنا طحين ونسمع الجيران رقرقة العجين. عن اذنك يا عم اسعد انا رايح. الله معي. ولقطتك يا حلو. كيف عضلاتك؟ صايرين تمام على التمرين، بدك برهن؟ لا لا. لوين رايح حضرتك والدوام بالنادي بعد ما خلص؟ البركة فيكي. طلعت امك عالضيعة وحطيت بخدمتها بنت شاطرة، بتسلم عليك، كيف دروسك؟ ما بعرف كيف بدي اشكرك، يا ريت سامي بعده طيب. ما تكمل، سامي بعده طيب. طيب والبرقية؟ يعني بكفي توصلنا برقية من مجهول انه سامي مات لحتى نصدق؟ طب الجدي وينه؟ والفريق الرياضي اللي سبقه بالسفر؟ ليش ما عرف بخبر موته؟ طيب انا معك، سامي وينه؟
ما هيدا اللي محيرني. رح سافر ولو اضطريت استأجر طيارة خاصة فيي واصرف كل ثروة بيي. رح سافر ورح لاقي سامي. المهم انت تنتبه على حالك. من وقت هيديك المباراة المشؤومة اللي انقتل فيها اخوه لفريد وانا خايفة. انتبه على حالك. بخاطري. يلا شباب يلا خفوها شوي.
سامي رحان من أبطال لبنان العالميين بالملاكمة. قتلت المسؤول عن البعثة الرياضية اللي مثلت لبنان بإيطاليا بتاريخ 5/8/1974، وحكم عليك القضاء بالسجن 10 سنين لارتكابك الجريمة عن سابق تصور وتصميم. سامي، مدي قصيري وبينتهي الحكم، أرجو أنك تقضيها بهدوء وبدون مشاكل. ملازم حليم. نعم مفهوم. ألو، إنسان غريب غامض، ملفه بيقول إنه حاول يهرب من السجن بإيطاليا عدة مرات. على كل حال شددوا الحراسة عليه وانتبهوا. حضرة الضابط. نعم، ممكن كلفك بخدمة؟ تفضل. بدي أعطيك هالعنوان، بترجيك تتصل بأهلي وتبلغهم أن أنا ببيروت بالسجن. ممنوع. لو سمحت. آسف. بترجيك. اهلا معلم حبيب. اهلا فيك. لحظة. بروفيسور فؤاد على الخط. وصل حبيب معلم. حاضر. We'll be right back.
ماريو. شو عملت يا حبيب؟ البضاعة وصلت. بعرف، أنا مش عم بسألك عن البضاعة، عم بسألك عن سامي يا حبيب. ليش ما بترد يا حبيب؟ شلت ها؟ صدقني يا بروفيسور، الحراسة كانت مشددة عليه. ما بدي اسمع إعذار. حاضر بروفيسور. حبيب، هيدي آخر فرصة لك، لازم تقتله بالسجن. حاضر يا بروفيسور، بس كيف بدي اقدر فوت على السجن؟ بتهمة، عندك مانع؟ أبدا أبدا، أنا تحت أمرك. فؤاد. نعم بروفيسور. جهز الخطة وما بدي فيها أي هفوة، مفهوم؟ حاضر بروفيسور. يا صباح الفل والياسمين والزنبق والورود اللي بدنا كل. يا عمة ليش بس شوفك بصير فيني هاك العاش؟ قولتك ليش؟ لأنه بس شوفك بتنور كل الدنيا بوشها. هيدا غزل؟ لا، هيدا فيديو، هيدا كاسيت، هيدا اسطوانات، هيدي الحقيقة. شكرا. يا عمة أنا وعد. انت بنيدي سامي وحسام. هيدي حقيقة. وليلى؟ ليلى؟ ليلى قصة حب كبيرة، وكل ما كبر الحب هين التعب. من بعد حب سامي وحسام صار النادي هو الهدف. لازم يستمر النادي يا عم أسعد حتى يستمر الحب. ما فهمت. لازم تحب، لازم تحب يا عم أسعد حتى تفهم. ايه؟ يعني اللي ما بيحب بيكون أهبل؟ لا، بس بيكون معتر. شو يعني معتر؟ كمان ما فهمت. قررت سافر. شو؟ لوان؟ لعند سامي. سامي مات؟ إذا مات لازم أتأكد لحتى يكون انتقامي بمحله. بدك تنتقمي يا بنتا؟ لحد الموت. هلأ فهمت شو هو الحب. شو بدك جيب لك معي؟ بدي لعبة إلى زدولتين. تنتين؟ إيه زدولتين. أم سامي حبيبتي، شو بدك جيب لك معي؟ بدي سلامتك يا روحي. بدي تروح ترجع بالسلامة يا ماما.
مرحبا. مرحبا. اشتقت لي. محلك تشتاق لي. انا دايما مشتاق لك. مشان هيك بدك تتركنا وتروح وتسافر على اوروبا. لازم اشترك بهالمباراة الاوروبية ولازم يصير بطل عالمي. سامي، انا خايفة عليك من فريد. فريد ماله شي عندي، اللي حصل كان قضاء وقدر. بس انت قتلت له خيه بالضرب القاضي وروحت له عينه، فكيف بدك انه ما يأذيك؟ ليلى تركينا من هالموضوع. فكري بالنهار برجع فيه منتصر من بطولة العالم، وفكري بيوم زواجنا كمان. انا خايفة عليك. وانا بحبك. وانا كمان. يا ليلى. ليلى بحبك، انتبه على حالك. دورك اليوم بالتنظيف. شرف. كتير منين؟ اوكي. هلا وصل السوبرمان قبل ما ينزل على الشاشه الكبيره يلي بده يحضر اولاده السوبرمان. وانت يا ست خيار روت بلديه ما في منه، البنادوره الحمراء للطبخ، معنى الكلمنتين، الفليف الفليف للحلوه يا حلوه. يلا على السوبرمان. ابو روبا قلت لي 5 كيلو كلمنتين. خاخا.
مرحبا بحر. أهو صح
صبحك بالخير. اهلا. انا ضويع، بتعرفي ليش؟ ليش؟ عم دور على غرفة ليلى. ليلى شو؟ ايه ليلى ليلى يا عم على راس لسان. اوليك ليلى قاش. يا خيي انا شو بعرفني؟ وانت نسيتها؟ ايه بس انا تذكرت اسم ليلى فارس. بالغرفة اللي قدامك. ايه بس في عندها ضابط بوليس. بوليس؟ ممنونك. تكرم. تصبح على خير. بوليس. ادخل. يا أمة ولا يلي مثلك بيخافوا. يلا مثل الشاكر قومي خذ الإبرة. بقوشة. يا إبرة. أخ يا أم الدجاجي اللي كان السبب. بريء وحياتك بريء. مظلوم. هوت كلكم بتقولوا هيك. بريء بريء مظلوم. يا عمي بريء بريء. رح ثبتكم انه انا بريء يا اولاد. لا ما تكمل. وانت شو دخلك؟ لازم تحترم السلطة حتى لو كنت بريء. اجا مين يعلمنا الاخلاق؟ احترم حالك. واذا ما احترمت حالي شو بيطلع منك يعني؟ ها؟ لو كنت رجال تقف قدامي عم بتحديك. انت جبان جبان وبلا اخلاق. كلكم بلا اخلاق. كلكم بلا اخلاق. كلكم بلا اخلاق. بلا أخلاق. ليش عم تبكي؟ عم ببكي على الحالة اللي وصلنا لها. اللي لازم ينحبسوا عم بيسرحوا وبيمرحوا برا. اتهموني بجريمة وأنا ما عملتها. والمجرم معروف وأنا بعرفه. بس قوي قوي وعنده رجال. بي بي اختيار وما له حدا غيري.
مين بيعرف؟ يمكن يموت بسبب التهم اللي لبسوني اياها. وانت؟ انا من 9 سنين تركت امي واختي، كمان ما قالون غيري، على اساس غيب اسبوع، وهونيك اتهموني بجريمه ما عملتها، حكموني 10 سنين. بس املي بخيو حسام كبير، بيكون قام بالواجب وبزياده. قصتك مثل قصتي، واتنيناتنا مظلومين. على فكرة أنا بعتذر عن اللي قلته، كنت فاقد أعصابي. اسمي سعيد كمال. بسيطة، أنا سامي رحال. سامي، بتخبرني قصتك كيف صارت معك؟ قصة طويلة وحزينة. سنة 74 غريب الصدف والظروف كيف تجمع الناس. والأغرب قصتنا متشابهة. سامي لازم نهرب. انت جنيت؟ مستحيل. الأسباب والدوافع كتيرة، طالما اتنيناتنا أبرياء. هرب لحالك. ليش مش أنا وياك؟ أنا لأ، اللي بيشرب البحر ما راح يغص بالساقي. شو بتقصد؟ بعد عندي سنة حبس وبتنتهي المدة وبطلع بحرية. ممكن تكتشف الحقيقة وتثبت براءتك. ممكن أقضي عمري هربان وخايف من البوليس. اصطفل، أنت حر. وحيكون انا فكري اهرب لوحدي. بنصحك ما تحاول. الانسان بيعيش مره واحده ولازم يعيش بكرامته. بعدين ما تنسى انه الحياه قصيره. بروفيسور، شو عملت؟ حبيب صار بالسجن بتهم تعاطي المخدرات. عظيم. سامي، أنا راح أهرب بعد 10 دقايق، إذا بتوصي شي من عند أهلك أنا حاضر. شو بدك بهالشغلة؟ لازم كون مع الوالد وأثبت براءتي. كيف راح تهرب؟ في إلي صديق طيار راح يتولى الموضوع. طيار؟ ما فهمت. هلأ بتعرف، المهم عجل لك شوي لأنه ما عاد في وقت. جمعت شوية مصاري بالحبس، ديون للوالدة ام سامي، طمنن عني واعطيه اللعبة هاي لاختي حنان. اعطيني العنوان.
جنب المعرض بنية الشمس طابق الثالث. شو؟ المعرض؟ ما عرفت شو صار بالبلد؟ ما حدا خبرك؟ سمعت انه صار بعد الاحداث وانتهت. كان المعرض كل المناطق هاي تدمرت وصارت اطلال. مش معقول. يعني مسامية وحنان وليلى؟ لا لا ما تيأس، في ناس كتير تهجروا، في ناس كتير ماتوا. سعيد، مش رح تهرب لوحدك، لازم فتش عليهم ولازم لاقيهم. الو بروفيسور، دبور على الخط معك بدل. هيدي اسمها صخرة الانتحار. عندك حل تاني؟ مين بالأول؟ أنا بالأول.
هلا صار لازم نرتاح بين ما ينشفوا تيابنا. والجن الازرق ما بقى يعرف نحن وين. راح الحقيقي لما بطمن على الاهل. سعيد صار لازم نفترق. وجودنا مع بعض بشكل خطر علينا. مستحيل اتركك. بيروت جديده خارطتها تغيرت. بعدين اللي مثلك راح يضيع فيها ويحس بالغربه. انا طريقي صعب يا سعيد. خلينا نفترق احسن. انت غبت عن البلد 8 سنين ولازمك دليل صدقني، وما راح تلاقي دليل احسن مني. بعدين لو خيي انا لازم اطمن على اهلك. سعيد عرفنا على بعضنا امبارح، بس المأساة اللي جمعتنا يمكن تكون الدافع لصداقة حلوة، وانا بعتز بصداقتك. بروفيسور، سامي هرب من السجن وحبيب انقتل. هرب؟ انت بتعرف يا فؤاد يلي بيفشل عندي وين بيصير؟ بعرف بروفيسور، بس بالنسبة لإلي العملية بعد ما انتهت. سامي هرب يا فؤاد، وإذا وصل إلنا يعني وصل معه البوليس، وهيك قلقتي بتصوت وأحلامي بتضيع. هدي أعصابك بروفيسور، بعدنا مسيطرين على اللعبة كتير منيح. فسر لي. سامي هرب من السجن بعد 8 سنين، عند مين مفروض يروح أول شيء؟ أما بمطروح الضيعة كانت ساكنة بس. فهمت عليك. صرف. بس اوعى ترجع فاضي. حاضر بروفيسور. Thank you.
صوبيع الببو يا خيار، بندورة الحمراء، جردية البطاطا. سيك عمو، إلا لأمك كيلو ونص وسلملي علي. أم روما ملفوفة كيلو ونص. ليش رفضوا ياخذوا اللعبة؟ حسوا إنها مش لإلهم وجاي لغيرهم. فعلا أنا جايبها لحنان. حنان أختك؟ إيه، بس بعد اللي شفته ما عاد ضامن إنه في لعبة بتوصل لأصحابها. عنا شرايط فيديو، يلا يا جماعة، الرحبينة وبو الحسن والكرباش، شريط منوع بخمس ورقات، عنا الموسيقى العالمية، عنا خوليو، فيروز والرحبينة، والموسيقى العالمية وبلدورة حمرا يا جماعة. أسعد! مين؟ سيما؟ والله سيما. ايه سيما، سيما سيما بعدك طيب. الأعمار بيد الله يا عم أسعد. كيفك يا عم أسعد؟ مثل ما انك شايف. بس هلا تحسنت صحتك وصرت مليح. معقول ما اكون مليح وانت قدام منا؟ وين خيك عاصي؟ مش شايفه معك. عوسى عوسى عاصي. اهلا 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 يا اهلا بالبطل. عاصي شو اللي صار؟ الناس فش خلقوا فيي، بس ما زبطت معه منيح، بعدنا طيبين. قريب وين راح؟ طيب طيب أنا جاي. ممنونك رئيس. أختك حنين عطتك عمري، ميتت بقذيفة، وأخوك حسام قتلوه الزعرون. والماما، والماما يا عم أسعد. وليلى شو صار لها؟ الماما وليلى بعدهم بخير، طلع على البيت تعرف أكثر.
سامي. ليلى. سامي، ما تيأس، بعد في كتير اشياء باقية، اشياء حلوة. ليلى، تاخد هدول الغراض وتوصلن على البيت وقلن خلن يعملوا لنا صحن مسقعه اكل طيبه، واذا بدهن شارجع خود عالكوسه. يلا يا جماعه عبنا الدوره الحمراء الجامده. يلا يا خيون صبيع مشان هيك طلعت امك على الضيعه، بس النادي بده شغل كتير لحتى يرجع مثل ما كان. ليلى، ما عندي شيء اقدم لك اياه، بس فيها اللعبه جبتها معي من ايطاليا لحنان، بعتقد بترتاح اكتر اذا بعد في حدا يحافظ لها على اغراضها. سامي، أنا بكفيني بس وجودك. تأكد إني رح أحب لعبة حنان مثل ما كانت هي رح تحبها. انزلي على السلم الخلفاني. وانت ما تخافي علي، اعملي مثل ما عم قلك. Thank you.
عوزة عوزة احتراماتي سيدي. اهلا كابتن سعيد، تفضل. نيابي العامي مهتم كتير بقضية فريد. تقصد جيمي؟ او كارلوس او جوردن. يمكن ما عندك المعلومات الكاملة حول الموضوع. انا بنفذ اوامر سيدي. الشغل مشربك وخيوطة كتيرة، تهريب مخدرات، مشروبات مغشوشة الى اخره. يبدو انه صاحبنا كانت اعماله كبيرة بالخارج، حتى اجساد الرياضيين تاجر فيها عن طريق المراهنات. بس راس الخيط معنا اللي هو سامي، واللي استنتجته عن طريق الانتربول والنيابة العامة انه فريد اول متعدد الاسماء انسان مجنون وفوضوي وما عنده قيم لشيء ابدا. الفوضى انتهت ونحن قررنا ننفذ اوامر رؤسائنا ونتحمل كل المسؤوليات لخدمة القانون. بعتقد انك صرت بالجو. نعم سيدي. ملف فريد صار له 8 سنين على الرف والغبرة غطت ورائه، بس القانون ما بيعرف النوم حتى يوصل للحقيقة. تكليف النيابة العامي رح تنفذه أنت، وكل الاستقصاءات رح تكون تحت تصرفك. مع السلامة. تحت أمرك سيدي. خيي على الضيعة، دخلك هيدا مش بيت أبو مسعود؟ بلى، هو سافر وأنا اشتريت منه البيت وقعدت أمك فيه. شو بدي قلك؟ ولو نحن ولاد ضيعة وحدة وولاد جيران وأحباب وأحباب. سامي، بدي قلك شي. أنا اللي كنت بالإليكوبتر ونظمت بالاتفاق مع صديقك سعيد عملية تهريبك. كيف؟ الله خليك، هلا مش رح نحكي بالتفاصيل، بعدين بخبرك كل شي. أمك بتكون ناطرتك. سامي، بكرة عرس بنت عمي بساحة الضيعة، منروح سوا نهنيهم. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا باي باي. مع السلامة. ليلى، 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 مين؟ يا حبيبي سامي. سامي 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 ولد يا حبيبي سامي. وين كنت يا ماما؟ وين كنت يا أمي؟ وشو صار معاك؟ قصة طويلة. سامي يا حبيبي يا ماما. ما بقى قادر يتحمل فشلك يا فؤاد. بعتت أفضل رجالي يا بروفيسور. أنت لازم تكمل يا فؤاد، وإذا فشلت هالمرة اوعى ترجع لهون، يعني يا بتقتله أو أنا. حاضر حاضر يا بروفيسور.
عرفت وين راح؟ لا بس راح اعرف كيف. اسعد انا انعست. روحي ولا بلحقك. طيب فؤاد انتبه وما بدي فشل. يا حبيبي يا سامي تعذبت كتير يا أما، بس ما تيأس، انت بريء ولازم تثبت براءتك، وبعدين تتجوز ليلى. تعرف يا سامي يوم عرسكم رح يكون النور بعيون مطفيين يا أم. ماما رجعت حتى موت تحت إجريك، بوعدك إني رح أعمل المستحيل لثبت لهم إني بريء. سامي بدي أطلب منك طلب، بس وعدني إنك بتنفذه. وعدك؟ أنت بتأمري علي التنفيذ. بعد عن الانتقام يا سامي. سامي حبيبي الانتقام بيولد الحقد، بكفينا حقد يا حبيبي. سامي أنا ما صدقت لقيت صدر اللي راسي عليه. سامي إذا كنت هربان سلم نفسك يا سامي. ماما يا روح الماما ما بدي أخسرك يا حبيبي. سامي حنان وحسام خسارتهم كانت كتير كبيرة علي، ما بقى فيي أحمل خسارة أكبر. سامي ارمي الحقد من قلبك يا ماما وعيش للحب. ماما بس إذا أنا تركتهم هني ما رح يتركوني، الحقد ملي قلوبهم. تركهم يعيشوا بحقدهم، ما تخليهم يسرقوا الحب من قلبك. سامي سامي وعدني وعدني إنك رح تسلم نفسك. حاضر يا حبيبي. وهلأ روح تحمم وحلق دقنك. سامي تيابك مكويين ومعلقين بالخزانة، بس ما بقى بعرف إذا بعد بيجوا عليك. تحت أمرك يا حبيبي. Yeah.
تنساش. نعيما. مرسي. تأخرنا على العرس. ولا يهمك. عجل. نلحق. لك هونيك. عاش، عجبك الطربوش؟ بلا عجبني. ايه حلو، ما هو هذا الطربوش شغل جدة. مبين عليه. ايه حلو، شوفوا جربوا بالبقلة. شوف شوفوا على المرية. اوه بجنن. شوفوا على المرية هونيك، هونيك على المرية. شوفوا على المرية، شوفوا هونيك.
سلم نفسي. قتلوها، قتلوا الامل الوحيد اللي فاضل لي. سامي، هي مش امك انت بس، هي دي امي انا كمان. مش رح اتركك، مش رح اتركك لوحدك، مش رح اتركك. المعلم فؤاد الرئيس يعني قال تدخل له الخضريات لجوي. وقف